السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله زي ما أنتوا شايفين كده أنا محضرة الوليمة دي للكشري إن شاء الله. واختصارا للوقت أنا طبعا سلقت مجموعة المكرونة الاسباكيتشي والمقصوصة، وحط عليها أي مكرونة عندك حطيها. وهنا العدس ابو جبه سلقاه 3/4 سلقه، والحمص مسلوق، وعصرت الطماطم ومصفياها، والبصله متخرطه، ودول 3 كوبايات رز ان شاء الله بعد كده نغسلهم، وكمون وفلفل اسود وملح وزيت وخل وفلفل شطة، وطبعا عندك اللي هو الثوم، وعندي الطماطم البيوريه اللي انا هحطها ادعم بيها الطماطم المعصورة. نتنقل معاكم بقى كده بسم الله ما شاء الله على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة حبايبي انا عندي طاسة هنا على النار، هنحط عليها زيت كتير، يسخن الزيت. لما يسخن الزيت يا جماعة هنحط البصل علشان الزيت ده هو اللي انا هعمل بيه كل حاجة بقى ان شاء الله. بيدي طعم حلو جدا جدا للكشري المصري كده. هنحط البصلة يا جماعة. بسم الله. وعشان يبقى لونها كله موحد انا بحط لها حبة ملح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. كده حبايبي البصلة اخدت لون، انا مش عايزاها اكتر من كده. شيلها كده من على النار. عندي هنا هو مصفى، طلعها فيه تتصفى. طلعها ونرجع لكم. ودلوقتي يا حبايبي انا حطيت حلة على النار، اخدت حبة من الزيت اللي موجود فيها. عندي شعرية بقى هنا هنحمرها. وهنا برضو عندي الزيت هنحط له معلقة ثوم. انا الشعرية الله.
بقى طماطم البوريه يا جماعه، حط عليها طماطم. كده الشعرية يا جماعة اخدت لون حلو ما شاء الله اهو. هنحط عليها الرز المغسول 3 كوبايات، نجيب كمان العدس الله على اللون جميل، انا بحب العدس كتير شوية فيها ما شاء الله. كده هنجيب الميه انا بحب احط لها ميه العدس يا جماعه مش برميها. حط الملح ونغطي عليها ان شاء الله. انا نسيت احط لها الشطه دي. تدي طعم حلو ما شاء الله. نحط لها معلقه كمون. حبه فلفل اسود حبه ملح بس راعوا عشان الملح بيبقى في كله، راعوا الملح في الحاجات يا جماعه ما تحطوش كتير عشان ما تبقاش مملحه قوي. سيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما
تستوي ما شاء الله. كده حبايبي هنحط الخل للصلصة. ما شاء الله اللهم صل على النبي، رائعة. ده حبايبي طبق الكشري بتاعنا النهاردة، ما شاء الله تورتة الكشري النهاردة، وطبق سلطة جنبي، وأجي الصلصة. طبعا اللي عايز يحط بيحط، يعني ما بنحطهاش عليها من أولها، اللي عايز يحط يحط واللي مش عايز خلاص. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم لو كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.